مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولازم نفضل نتكلم كل يوم ونحلل على مدار اليوم. كمان اليوم الأهم أو المباراة الأهم اللي هي هتكون يوم الجمعة بين الأهلي طبعا والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال هنا إفريقيا. تفاصيل كتير جدا محتاجين نعرفها كمان عن طريقة اللعب، التشكيل، أسلحة كل فريق. خلينا نرحب بس في البداية بكابتن محمد حشيش نجم الأهلي السابق واللي كان مع الأهلي رحلته ابتدت من هو عنده 12 سنة. يا صباح الخير يا كابتن على حضرتك. أهلا بيك. منور يا كابتن. أنا بحضرتك يعني طبعا حضرتك عندك بسم الله ما شاء الله تاريخ يعني طويل وعريض ومليان نجاحات مع النادي الأهلي، زي ما كانت نهواند بتقول من أول ما كان عندك 12 سنة ناشئ في النادي الأهلي لغاية لما حصلت معاه على العديد من البطولات المحلية، 5 بطولات قارية. كمان كنت من أوائل الناس اللي خاضوا تجربة الاحتراف وتحديدا في الدوري التونسي مع فريق الملعب التونسي، وكان في كلام إن كان في عرض كمان جالك من ألمانيا في وقت من الأوقات نادي بريمن ولم تكتمل الصفقة. فاحنا بنتكلم على تاريخ طويل وعريض، خصوصا لو خدنا في الاعتبار زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية فكرة إن على زمنك ما كانش في هذا الكم من البطولات. فمن واقع هذه الخبرات هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن رؤيتك وتوقعاتك لمباراة يوم الجمعة إن شاء الله. نبتدي بقى يعني الحدث ده الأهم. طبعا بداية طبعا المباراة يعني برغم المكسب الكويس قوي اللي كان في المغرب، إنما المباراة صعبة، كل مباراة لها ظروفها، مفيش حاجة اسمها مباراة أولانية ومباراة تانية، هو لقاء كامل من شوطين، الشوط الأولاني في المغرب والشوط الثاني في القاهرة. النتيجة كويسة قوي بالنسبة للنادي الأهلي، بس فيها جانب سلبي اللي هو ممكن يدي أريحية لبعض اللعيبة، إن احنا عملنا نتيجة كويسة مع الوداد في المغرب يعني نازلين بقى الملعب مرتاحين، أو بعض اللعيبة اللي هم ممكن يكونوا الخبرات قليلة شوية، إنما أعتقدش يكون الإحساس ده مع اللعيبة الكبار اللي خاضوا تجارب كتيرة. والكرة كمان علمتنا إن مفيش مستحيل، يعني ساعات النتائج بتخدع صح. بعض الفرق شفنا انما وشفنا كتير ويعني فطبعا اكيد الجهاز الفني واللعيبه الكبار لهم دور كبير قوي في الاستعداد النفسي للمباراه اللي جايه، بينسوا تماما المباراه الاولانيه، بيفكروا في المباراه الثانيه اللي هي على ارضنا، ان النتيجه 0-0، احنا بادئين المقابله دي يعني لسه أول مرة. أنا سامع كمان إن ممكن يبقى فيه جمهور يحضر، وده هيزود الحافز قوي عند طبعا لعيبة النادي الأهلي، لأن جمهور النادي الأهلي له تأثير كبير قوي طبعا علينا كلنا، إشعال حماس اللعيبة طبعا، وجود اللعيبة بيدي دفء كمان طبعا. وجود الجمهور بيدي دفء للعيبة طبعا، فيعني دي برضو من الحاجات ومن الأسباب اللي ممكن إن شاء الله بإذن الله تزود حماس اللعيبه. الادوار الفنيه بقى اللي هتبقى موجوده دي يعني هنتكلم بقى عليها. هنتكلم عليها صحيح. بس نبدا بموسيماني هنا وفكره كسبه للعيبه، لان تعليقات كتيره جدا يعني في الصحف ونقاد رياضيين كانوا بيشوفوا الجزئيه دي انها جزئيه ايجابيه جدا وفعلا متوفره على ارض الواقع. يعني قدر موسيماني في فتره صغيره جدا يدرس اللعيبه ويتقرب وهم كمان يتقربوا منه، ففي نغمه حلوه خلينا نقول جدا، وبدايه يعني خلينا نقول جيدة أو أكثر من جيدة. بص نجيب الموضوع من الأول في اختيار موسيماني، طبعا ما كانش حد في مصر يتوقع الاختيار ده بصراحة، وكانت مفاجأة لينا كلنا. في ناس تقبلت الموضوع ودول الغالبية وقالوا إن هو مدرب كويس، لأن طبعا من خلال مقابلاته مع الأهلي والزمالك ومكسبه للأهلي وللزمالك في بطولات إفريقيا، إحنا كلاعيبة كورة شفنا بعض الحاجات كده من موسيماني في تصريحاته ما كان ماسك سان داونز، في أدائه مع الفرقة تقول إن هو مدرب كويس صح. اختيار النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب فيه ذكاء عالي قوي، لأن الفترة ضيقة جدا ما كانش ينفع أي مدرب يجي من بره عشان لسه يعرف النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي قبل ما يعرف حتى اللعيبة التانية، إنما الراجل اللي جه ده حافظ لعيبة النادي الأهلي كويس قوي لأنه لعبهم ودارسهم كويس قوي فرد وبالأسماء، ده سهله المأمورية من قلب أفريقيا وإحنا مقبلين على أفريقيا. يعني دي الجزئية التانية إن هو طبعا له تجارب كبيرة في أفريقيا وخد بطولة أفريقيا مع سان داونز ولعب الوداد أكثر من مرة، فعارف وملم معانا في نفس القارة، ويعني لعب ماتشات كتيرة مع أفريقيا كلها،
فدي سهل المأمورية. شفناه لما جه النادي من خلال المباريات البسيطة اللي لعبها مع النادي الأهلي في البطولة الدوري. طبعا بعض الناس تقول ما هو جه على ان الدوري خلاص والأهلي حسم الدوري. لا، انت تتفرج على الأداء، الناس الفنية بتتفرج على أداء المدرب مع الفرقة. شفنا تطوير، أهم حاجة في المدرب ان هو يطور أداء الفريق على المستوى الفردي والجماعي. فشفناه طبعا على المستوى الفردي في لعيبة ظهر الفارق معاهم. لو مسكنا مثلا ديانج، ديانج كان راجل هو ديفندر كويس قوي قوي، بيقطع الكرة ويسلمها للي جنبه أو بيلعب كرة طويلة. شفناه في المباريات الأخرانية، يمكن مباراة إنبي والمباراة اللي قبل كده، إنه بيقطع الكرة وبياخدها وبيروح في المساحات، بيعمل دريبلينج بالكرة، بيروح بيعمل مساحات وبيصوب من بعيد. دي ما كانتش موجودة في الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، أو مع فايلر. أو هنقول أعطى ثقة للعيبة كمان بوضعهم في الأماكن المخصصة ليهم، وفي نفس الوقت أعطاهم فرصة. يعني بالتالي أنا عايز أقول لك كمان يعني على نقطة تانية بالنسبة ليه أنت بتكلمي على علاقته بقت مع اللعيبة. لو شفنا مجدي قفشة في الماتش الأخير بتاع الوداد، صحيح، بعد ما جاب الجول، هو بعد ما جاب الجول راح ليه لموسيماني؟ لأن مجدي قفشة طبيعة لعبه بيلعب من تحت شوية، النادي الأهلي ما كانش بيضغط من قدام. الجول اللي جابه هو راح ضغط، يعني هو بيلعب تحت راس الحربة، راح ضغط على آخر واحد في لعيبة الوداد واستخلص منه كورة وراح جاب جول. دي تعليمات مدرب، مش فتاكة لعيب ان هو بيعمل الكلام ده. عشان كده شفنا حضن، عشان كده راح وقعد يشاور عليه ويعمل كده وهو يعني فاهم ازاي. في لغة بتبان، احنا لعيبة كرة بنبقى فاهمين الاوضاع دي. شفنا كمان النادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب كرة دلوقتي، يعني كان جه في المباراة اللي قبل موسيماني مع فايلر كان برضو الشناوي بيلعب الكرة الطويلة، الكرة موسيماني مع فرقته سان داونز كان بيلعب، بتحسش ان هو لعب افريقي. يعني اللي كان عاجب الناس فيه انه الكره زي الكره البرازيليه بتبدا من تحت، وزي الكره العالميه دلوقتي بتبدا من حارس المرمى. دلوقتي شفنا اداء النادي الاهلي بيبدا الكره من تحت لغايه ما يوصل وزود الريتم. النادي الاهلي كان يعني عنده مشكله في الريتم، كان الريتم بطيء شويه وخصوصا في الثلث الاخير. دلوقتي بقى الريتم اسرع مع موسيماني، فهو الحقيقه يعني كان اختيار صائب، وان شاء الله باذن الله يعني يكمل بالصوره دي ويحصد البطوله باذن الله. حصل تناغم سريع جدا وفي فتره زمنيه تكاد تكون قياسيه ما بينه وما بين اللعيبه، ونتيجه ده التطوير اللي حضرتك ضربت المثال بيه يعني من مليون في المية. اقول لك على حاجه برضو كمان يا كريم، لو تحس ان صالح جمعه كان فتره كبيره قاعد والنادي بيكلمه وبينتظم شويه وبيرجع تاني، يعني يبقى في بعض الاهمال. هو لعيب كبير جدا، ما حدش مختلف عليه طبعا. جمهور النادي الاهلي بيتنشأ على لعيب زي صالح جمعه ان هو يرجع لمستواه، لان هيفرق مع النادي الاهلي كتير. الراجل اول ما جه لو تحس اول مباراه حطه في السكور، هو تحسه بيميل كده بالفطره للعيب المهاري. بالظبط كده، بالظبط زي ما انت قلت. هو عشان احساسه عالي باللعيبه اصحاب المهارات، ويمكن كان من البارزين قوي في سان داونز لاعب اسمه سيرينو ده في نص الملعب اللي عمل له الشغل كله، فهو عايز حاجه النوعيه دي. وبرده ذكاء من المدرب ان هو برده انه يعني اكيد قاري الفرقه والجمهور وكده، عارف ان الجمهور بيحب اللعيب ده، فلما يشد اللعيب ده من البدايه برضه بيحاول يرجع له الثقه وبيكسب برضه حته الجمهور. فهو الحقيقه ذكي جدا يعني من خلال تصريحاته ومن خلال ادائه. وشفنا طبعا تاثيره، النادي الاهلي كان برضه غايب عن المكسب بالذات خارج مصر. دلوقتي احنا كسبانين وكسبانين فرقه كبيره صاحبه القاب وشعبيه كبيره في بلدها، سكور اثنين. وكان ممكن يعني هو لو شفت تصريحاته بعد المباراة كان زعلان لأنه كان نفسه يحقق الأهلي أكثر. يحقق أكثر. بالزبط. كلام جميل جدا. أنا عايزة أنا وكريم برضو نروح مع حضرتك شوية ونحلل فريق الوداد، وفي نفس الوقت نروح لفريق الأهلي ونسأل عن برضو خطة هنا موسيماني. هل حضرتك بتعتقد بقى في العودة هيكون في خطة هجومية أم هيكون في إلى حد ما محاولة للحفاظ بقى يعني إلى حد ما؟ فحضرتك بتميل لأنهي يعني خطة مع موسيماني تحديدا؟ بصي طبعا النتيجة والأرض بتفرض ظروف مغايرة. يمكن هناك بيبقى فيه هو يعني
ممكن تبقى الطريقة واحدة بس الأدوار مختلفة. بس هو عادة في الظروف المشابهة يعني في المباراة مباراة الإياب عادة مش دايما بس بتلاقي إن في الأداء العام في شيء من الحذر الدفاعي مع اعتماد على هجمات مرتدة واختراقات سريعة والنوع ده من الأمور، أو ودي ممكن تكون مفاجأة إن كلنا نتفاجئ بيها يوم الجمعة إن يكون في هجوم من أول لحظة. أنا بعتقد إن هو ده اللي هيحصل. ليه؟ لأن كل واحد له مدرسة. ما هو ممكن يقول لك إيه، أنا أنزل المباراة اجيب جون في البدايات اقتل المباراه خالص، يبقى 3-0 انت عشان بقى يعني تفهم ازاي خلاص الفرقه الثانيه هجيلها احباط وتجيب من الاخر وتخلص الدنيا. زي ما بقول لك ممكن تكون الطريقه وممكن يكون على فكره التشكيل واحد اللي هو 4-2-3-1 مثال بالظبط كده، والافراد كمان ممكن تكون واحده بس الادوار مختلفه. يعني مثلا ادوار في اللي بعض الناس في الديفندرات مثلا بره مصر تبقى ادوار اكثر دفاعيه، يعني ممكن وشفناها الماتش المباراه اللي فاتت ان ديانج كان حته الدفاعيه موجود والسوليه بيطلع على استحياء شويه. في مصر هنا مش هيبقى الكلام كده، هيبقى واحد من الديفندرات بيكمل مع الخط الهجومي عشان يعمل زياده هجوميه. الناس برضو ادوار بالنسبه للشحات واليو باجي اجايي سوري اجايي ممكن يبقى ادوار ما تبقاش دفاعيه قوي، لان هناك انت عارف الوداد بيتميز بالاطراف القويه قوي وعنده سرعات، وطبعا كان من المتوقع ان ينزلوا هناك في المباراه اللي هناك يهاجموا بكثافه كبيره من البدايه، فكان لازم الطرفين بتوعنا يرجعوا يساعدوا الباكين اللي هم محمد هاني ومعلول. الموضوع هنا هيبقى اخف شويه، يعني هي هيبقى نفس التشكيل ونفس سيستم، لان انا مش من انصار ان انا ما بين مباراه ومباراه اغير سيستم اللعب واغير في التشكيل وكده، عشان بتدي نوع من عدم التجانس. انت عارف الكوره فيها كريم يعني بعض الاوقات لازم تلعب وانت حافظ، تلعب زي ما احنا بنقول بلغه الكوره كده على العمياني وانت مغمض، عارف ان انت الباك طالع بتحطها له، عارف ان انت مثلا لما الباك الشمال بتاعي معلول بيهاجم انا بستنى شويه عشان املى الفراغ. يعني فهو هيلعب بنفس السيستم ونفس التشكيل بس ادوار مختلفه. وهنا استئناف برضو كهربا للتدريبات، يعني هل ممكن يبقى فيها كلام؟ طبعا في غياب طبعا لرامي ربيع عشان الاصابه برضو، فخليني برضو اعرف من حضرتك. هقول لك على حاجه، انا بقول ان لعيبه النادي الاهلي كلهم زي بعض، اي حد بينزل في اي وقت بيأدي على مستوى عالي، مفيش الفارق بين لعيب ولعيب. المباريات دي عايزه الجاهز، ممكن يكون واحد في مركزه ومستواه اعلى من الثاني شويه بس الاصابه هتخليه قليل. الماتشات دي بتحتاج تركيز، في حمل عضلي وعصبي جامد جدا على اللعيب، لازم يكون فت 100%. ده انت بتلعب ابقي خلاص 90 دقيقه وتطلع ان شاء الله النهائي، فبتبقى محتاجه كل الفرقه، يعني بما معناه ان اللعيبه ما تستحملش حد يعني نص نص. فانا اعتقد انه كهربا حتى وان كان كويس دلوقتي يكمل الفترة العلاج تماما عشان ان شاء الله باذن الله يبقى له مشاركه في النهائي. يعني احنا هنستاذنك بس نتفرج سوا مع حضرتك على تقرير خاص بالجماهير، سالناهم هل موسيماني هيرجع العصر الذهبي مره ثانيه للنادي الاهلي خصوصا مع فوزه خارج ارضه على الوداد. تعالوا نشوف الجماهير قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد حشيش. بنلعب قصاد الوداد اصلا احنا شخصيه البطل بتاعتنا رجعت، ان الاهلي بره ارضه اقوى من جوه ارضه، دي حاجه يعني حاجه كبيره انها حصلت اصلا. العصر الذهبي هيرجع، رجع اصلا، احنا بنلعب بره ارضنا اقوياء بنهاجم، الفريق اللي قصادنا خايف مننا، شخصيتنا كانت قويه جدا، دي حاجه فرقت معانا قوي. عملنا سكور بره وهنعمل سكور جوه ارضنا كمان، يعني بنلعب من غير جمهور وهنلعب برضه جوه ارضنا من غير جمهور برضه، بس هنكسب برضه وهنعمل سكور جامد. طبعا ان شاء الله هيرجع تاني الجيل الذهبي بدليل الماتش الاخير اللي لعبناه مع الوداد، كان فيه هجوم، اللعيبه بتلعب برجوله وحماس، وكابتن موسيماني بسم الله ما شاء الله مدي حماس جامد جدا للفريق، وان شاء الله نفرح كل المصريين ان شاء الله رب العالمين. بالفعل هو هيقدر ان هو يحقق دوت، لان هو يعتبر من المدربين الاكفاء اللي بالفعل حققوا نتائج كتيره جدا جدا مع في قاره افريقيا مع فريق مع فرق جنوب افريقيا، وهو كمدرب فهو بالفعل مدرب محترف.
زائد ان اداره النادي الاهلي دي تعتبر اداره محترفه، لان هي بالفعل غيرت المفهوم اللي هو اختيار مدربين من اوروبا او خلافه، فتم الاختيار ولاول مره مدرب من افريقيا، فدي طبعا كانت يعني اختيار ممتاز ومبدع من إدارة النادي الأهلي، وده اللي بالفعل عودتنا عليه إدارة النادي الأهلي في كل شيء. مدرب عنده خبرات بأفريقيا وكان مع صن داونز وراح أجيال أفريقيا كتير، بعدين ما شاء الله كمان لعب على الدور المعنوي للعيبة بلموه ولموهم بسرعة. كمثال صالح جمعة أكيد كان دارس اللعيبة وكان دارس إزاي بلموهم، فإن شاء الله بإذن الله هيرجع ده، وهو في وقت سريع بفضل الله والنتائج اللي اتحققت باين إن هو لامم الفرقة ولعب على الدور المعنوي، وده كان مهم في الفتره دي. طبعا ان شاء الله قادر بكده، وكمان معاه خامات كويسه في النادي ولاعيبه كويسه وفي اصابات برضه، اللاعب مش الفرقه مش كامله، بس اهم حاجه الناحيه المعنويه. ما كناش قادرين نحكم على المدرب اول ما جه، ما لعبش ماتشات قد كده برضه، بس لعب ماتش الماتش اللي فات قدام الوداد، لعب ماتش عالمي ولعب برضه على الناحيه المعنويه، وان شاء الله البطوله الاهلي. بالطبع فعلا الاهلي لعب ماتش فات الماتش اللي فات باداء متميز فعلا واداء راقي، والاهلي فعلا لا الواحد ما شافش الاهلي من زمان بيلعب بره ارضه كده. انا شايف انه مدرب كويس جدا، مدرب عنده خبره افريقيه مع نادي صن داونز بقاله يعني 10 سنين. انا كراجل زملكاوي طبعا فرحان ان النهائي يكون بين الاهلي والزمالك، دي بتبقى بتدي اثاره طبعا، ويعني كلاسيكو الشرق الاوسط والوطن العربي وافريقيا ناس كتير قوي بتتفرج عليه. شايف ان المدرب ده هيقدر انه يرجع النادي الاهلي تاني، خاصه ان يعني إدارة النادي الأهلي قدرت تكسب الرهان وتجيب مدرب أفريقي، فده شيء كويس. يعني واضح جدا إن بيتسو موسيماني بيلاقي رضا عام من كل الجماهير، وفي ثقة كبيرة جدا موجودة فيه. هنطلع فاصل، بس هستأذن حضرتك إن إحنا بعد ما نرجع من الفاصل، أول شاب من جماهير النادي الأهلي اللي شفناه من خلال هذا التقرير في وسط مجمل الكلام اللي كان بيقوله، قال لك شخصيتنا قوية. فأنا عايز أسأل حضرتك بعد ما نرجع إن شاء الله عن هذه الظاهرة، أي نادي في الدنيا، ويعني حتى لو هنتكلم على مصر، عندنا كل الفرق في مصر فيها لعيبة مميزة، فيها لعيبة محترفة وفيها نجوم كمان، بس كل كوم والنادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي صحيح. كوم تاني، والكلام ده ينطبق على كل العصور وكل الأجيال بما فيها أكيد بطبيعة الحال طبعا. الجيل اللي حضرتك بتمثله. فهنحلل شخصية الأهلي وبعد كده نرجع نتكلم بتفاصيل مباراة يوم الجمعة بمجرد العودة من هذا الفاصل. اتفضل. مرحبا بحضراتكم، والحديث مازال مستمر مع كابتن محمد حشيش، وبنتكلم عن كده تفاصيل اللقاء إن شاء الله اللي هيكون في الجمعة الجاية بين الأهلي والوداد، لقاء العودة. وكنا قبل ما نروح فاصل كنا بنسأل كابتن محمد عن شخصية الأهلي، يمكن من الردود اللي لقيناها في التقرير الناس كلها بتتحدث، ويمكن أول شخص تحديدا زي ما كريم قال عن شخصية الأهلي اللي هي بتتمثل في اللعيبة ومجلس الإدارة والجمهور والمذيعين، يعني فينا كلنا لها هذا التأثير. وأهم حاجة المذيعين. أيوة طبعا. فعايزين نعرف لحضرتك. بصي، هي شخصية النادي الأهلي موجودة من زمان، من تاريخ النادي الأهلي 1907، لأن أي شخصية في الدنيا بيبقى لها معطيات. لو هنتكلم على حتى الشخص العادي بيكون شخصيته من خلال أول حاجة طبعا البيت، الوالد والوالدة والإخوات، وبعد كده لما يبتدي يكبر شوية الأصدقاء والأصحاب، وبعدين المدرسة. النادي الأهلي شخصيته اتبنت من رؤساء مجالس الإدارات ومجالس إدارات النادي الأهلي على مدار التاريخ كله، وطبعا مليئة بالشخصيات الكبيرة جدا جدا، والشخصيات الوطنية والشخصيات السياسية. بعد كده طبعا الجمهور الكبير، اللي هو دايما نقول المقولة دي، جمهور النادي الأهلي اللي هو السبب الرئيسي في أن النادي الأهلي نادي القرن. واقف جنب النادي الأهلي زي ما بيقولوا الحلوة والمرة معاه في كل اللي يعني. أنا عصرت الكلام ده بنفسي من وأنا لعيب، وطبعا مكمل طبعا الرحلة مع النادي الأهلي كمشاهد من بره. كل الكلام ده مبادئ معينة في النادي الأهلي بتتوارثها الأجيال، حتى اللي بيجي من بره لعيب النادي الأهلي بيستخدمه من بره. ويمكن وقتنا ما كانش فيه استخدام للعيبة كتيرة زي دلوقتي، إنما دلوقتي طبعا عصر احتراف وبقت العملية مفتوحة، فلعيبة كتيرة جدا. يمكن عظمة النادي الأهلي كمان إن زمان كان مثلا ممكن يجي لعيب أو اتنين، كابتن مختار، كابتن محسن صالح، أيمن شوقي، فكان بتسيطر عليهم، انما عشان الفرقه دلوقتي
بتبقى معظمها يعني مش برضو ولاد النادي الأهلي ويبقى منخرطين في الفريق وتحس ان هم مولودين في النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي دي أصعب خلال الفترة الأخيرة. إنما النادي الأهلي هيفضل محتفظ بمبادئه طول العمر اللي زي بقول لك هي موجودة في النادي الأهلي، وتحس إنها يعني واحد بيسلم واحد، واحد أجيال بتسلم الأهلي أجيال. فعلا مش جمهور ونادي لا هي عيلة الأهلي زي ما احنا دايما بنقول. وما تحسيش إن في فترة من الفترات إن في جيل شاذ على الموضوع صح. ده نفس المبادئ المبادئ ونفس حتى زي بقول لك في الهواية في الاحتراف بعد كده كله ماشي على سيستم واحد ومتبرمج برمجة واحدة على مبادئ واحدة صحيح. فبما فيهم طبعا المذيعين يعني ايوه يا فندم الله. عايز اقول لحضرتك بمناسبه الجمهور وانا وكريم دايما بنقول الكلام ده، والله الواحد بيحس على السوشيال ميديا لما بنخش هو مش بنخاطب احنا مذيعين وجمهور، لا احنا عيله. وحتى هم تلاقيه مثلا ايه يغيروا عليك لو حد قال كومنت مش عارف ايه يقوم هم اللي راضين يشجعوك يقول لك ولا اي حاجه تساندينك. فانا يعني بحب جدا التواصل حتى على تويتر معاهم تحديدا. اصل انت كمان وكريم من قبل ما تبقوا مذيعين انتوا بتشجعوا النادي الاهلي واهلاويه وكده، فا يعني تغيير الادوار ده مش معناه اختلاف المشاعر او المبادئ او الحاجات بالعكس دي. بالعكس ده عمقنا طبعا أكثر بالعكس يعني. بالعكس صحيح. طالما بنتكلم على العصور المختلفه والاجيال المختلفه، ما تعمل لنا كابتن محمد كده مقارنه سريعه جدا بين الفتره الزمنيه اللي حضرتك كنت فيها متالق مع النادي الاهلي وبين الزمن اللي احنا فيه او الزمن الحالي كرويا، ايه اللي استجد وايه اللي اختلف وايه اللي بقى احسن وايه اللي كان زمان احسن؟ حاجات كتيره قوي بقى. ده انا انت فتحت لي في موضوع هيخلص طبعا اختلاف كبير قوي ما بين الاجيال القديمه والاجيال الجديده لو هنمسكها كلاعيبه انا بتكلم كلاعيبه. اولا الهوايه غير الاحتراف. ايامنا كان والدي ووالدتي مش عايزيني اروح العب كوره عشان الكوره هتبوظ والكوره هتعطلك عن الدراسه. انا بشوف دلوقتي من خلال شغلي كمدير تنفيذي اتحاد الكوره فرع القاهره مسؤول عن المسابقات والبراعم وكده في القاهره كلها، اولياء الامور دلوقتي عايزين فاكرين ان اولادهم كلهم هيبقوا محمد صلاح بالظبط كده. يعني بيزقوا في الاولاد حتى وان كان اكبر من قدراتهم بكتير بكتير. يعني ممكن ولد ما يعني ما فيش خالص بعيد عن الكوره خالص يقول لي يا كابتن بس شوفه ده كويس وهيبقى فاول حاجه اهتمام الناس. يعني انا والدي ووالدتي برغم ان انا بقول لك لسه ان انا قدام النادي الاهلي ساكن واعضاء في النادي عمرهم ما جم اتفرجوا عليا في التدريب خالص وانا صغير. دلوقتي اللعيب بيروح في الاشبال او البراعم مع والده ووالدته ووالدته ممتابعه ده بيتكلموا كمان مع المدربين ويا كابتن ده لا المكان ده مش عاجبه بيلعب تحت راسنا. يعني بقوا كلهم مدربين طبعا. فدي جزئيه الاهتمام بقى زياده قوي طبعا بالكوره غير الاول. لو هنتكلم على مستوى اللعبه اولا في حاجات كثيره اتغيرت. يعني اساليب التدريب ايامنا كانت حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه. في حاجات كانت ايامنا غلط يعني احنا كنا بنعملها طبعا صح اكتشفنا بعد كده انها غلط في اسلوب التدريب. يعني مثلا كان من ضمن الحاجات كنا بيطلعونا مدرجات نوع من انواع التدريبات طلعت المدرجات دي غلط بتجيب خشونه في الرجل دي اول حاجه. كنا مثلا يعني ممنوع ان احنا قبل الماتشات ناكل رز مكرونه كلام من ده، وكان دايما حتى بنقعد نهرج المدرب اللي يجي مثلا لعيب مش هيلعب بيقول له انت كل مكرونه انت النهارده وكل رز. فطلعت ان الكلام ده غلط، انت لازم تاكل نشويات قبل المباراه عشان دي اللي بتديك الطاقه وانت اثناء المباراه. طب الحاجات المغلوطه دي يعني المعلومات دي مش يمكن اثرت مع اللعيبه بشكل برضو سلبي يعني اثرت طبعا اثرت عشان انا هدخل لك بقى في بعد كده التطور اداء الكوره بقى عامل ازاي. لو هنتكلم حتى على الادوات ملاعب كانت غير، احنا كنا بنلعب على ملاعب صعبه جدا 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 ما تلعبش عليها كوره. يعني ممكن لو احنا مثلا واحد مننا عمل تاكلينج على الارض تلاقي الحته دي اتعورت يقعد مثلا اسبوع ياخد مضاد حيوي. دلوقتي بقت الموضوع ده سهل. ادوات الكوره نفسها الكوره كانت اتقل كانتش خفيفه زي دلوقتي. يعني كنت لازم بنقول احنا بلغه الكوره تعتل عشان تطلع جامده. دلوقتي بس تلمسها ودي عشان كده دلوقتي صعبه
المخافه بقت صعبه على حراس المرمى. احذيه الكوره نفسها كانت تقيله، اللي انت لو قعدت بس وقفت بيها في الملعب، وقفت بس ما جريتش تتعب، تبقى مش قادر. دلوقتي عباره عن حاجه ورقه كده وانت لابسها، بتدي خفيه اكتر. يعني بص التطور ازاي دلوقتي في الجيم، كل عضله في الجسم اللعيب لها اكتر من تمرين، معده وتمرين. دي جزئيه، الجزئيه دي طبعا كلها اتغيرت طبعا دلوقتي في الكره الحديثه. كمان عندك الريتم نفسه بتاع الكوره، وقت زمان وقتنا كان الريتم قليل، عشان كده كان عشان اللياقه البدنيه كانت ضعيفه نتيجه برضو لعدم التدريبات وعدم الاسلوب الحديث في التدريب والكلام اللي اتكلمنا عليه من شويه. فكان احنا زي بيقولوا ايه، يعني الناس اللي بتتفرج على ماتشاتنا زمان الجيل الجديد يقول لك يا عم ده كانوا بيلعبوا على الواقف، زي ما احنا بنتفرج كنا بنتفرج على الكابتن صالح سليم ورفعت الفناجيلي والشيخ طه، نقول ايه يا عم ده بيلعبوا على الواقف، الكوره تجيله كده ويعملها كده. الريتم دلوقتي يا جماعه بقت الكوره قوه وسرعه، بس المواهب قلت. يعني المواهب زمان كانت بتغطي على الديفوهات اللي انا حكيت فيها دي، دلوقتي بقت قوه وسرعه، تشوف الريتم سريع جدا والانطلاقات وكده. عشان كده الاصابات دلوقتي اكتر من زمان لو تلاحظ. يعني احنا زمان ما كناش نسمع عن الرباط الصليبي ده، كان ممكن واحد كل فين وفين وما نعرفش ده ايه. دلوقتي اللعيب بيجي له رباط صليبي اكتر من مره وبيعمل اكتر من عمليه وبيرجع للملاعب نتيجه للقوه والسرعه والالتحامات القويه سواء في الهواء او تحت. فالكوره اتغيرت تماما، دلوقتي الكوره بقت صناعه. شفنا شكل كريم الدوري اختلف، ايامنا كانت المحله والاتحاد والسويس والاسماعيلي كلها انديه جماهيريه قديمه، والترسانه والكروم انت فاهم ازاي. دلوقتي بقى الدوري مين؟ بيراميدز وام بي ولسه طالع. يعني انت انا متوقع شكل الدوري الفتره اللي جايه هيبقى كلها انديه شركات، لان الكوره دلوقتي بقت استثمار وبقت صناعه وبقت فلوس. شفنا مثلا نادي بيراميدز، نادي من ما فيش الاسيوطي جه مستثمر اشترى نادي بقى نادي. على ذكر الفلوس، ايوه طالما بقى حضرتك فتحت بند الكلام في الفلوس، كريم بيفتح ملفات لا اصل بيخيلي ان ممكن تبقى شيء. هو طبعا كل عصر وكل زمن ليه معطياته بطبيعه الحال، بس يعني لما يعني انا حاطط نفسي مثلا مكان حضرتك او الاجيال حتى اللي قبل كده تحديدا عند نقطه الفلوس، لما بتسمع ان اللاعب الفلاني تعاقد مع النادي العلاني بمش عارف كم مليون وتقارن كده بين الزمن ده وبين زمن حضراتكم. بصي بقى محزنني بقى ده الجرح ده يا كابتن، ازاي 10 الصبح بقى 10 الصبح ازاي بقى؟ طيب يعني برضو ما بقاش فيه استفزاز كده، انت جيت بس على نقطه اللي زيي والجيل بتاعي ما بيسمع الكلام ده بتلاقيه قاعد عمل كده بقى خلاص. لان احنا كنا يعني اولا كلنا كنا فئه واحده، من اول الكابتن خطيب لاصغر واحد مش عايز اقول رقم يعني كان كامل مرتب حاجه لا حاجه طبعا يعني حتى في اللائحه كانت ارقام يعني حتى يعني وقتها كانت معقوله، بس برضه ما تعملش حاجه. يعني مش عايز اقول لك بطوله افريقيا اول بطوله اللي كانت حدث، كوتوكو واخدينها اول بطوله للنادي الاهلي ياخدها كانت جامده. مش عايز اقول لك خدنا مكافاه ايه 35 مش عايز اقول عشان الناس هتضحك يعني. لا قول لنا يعني داخله في نجف وحاجات كده يعني. طب الملايين بتاعت اوروبا بقى كمان الكره الاوروبيه اللي بنسمعها انا وكريم كل يوم بقى باليورو بتعملي ايه انت بقى وانت قاعده بقى بتسمعي الكلام ده وبتلعبي في النادي الاهلي وبيلعب؟ يعني مفيش اكتر من كده. دلوقتي اللعيب لسه بيبقى عنده 20 سنه 21 سنه لسه ما عملش اي تاريخ وارقام فظيعه، مش تجيب له بقى زي ما احنا كنا بنشتري مثلا عربيه بالقسط 1000 جنيه وهكمل لك، لا دلوقتي يجيب فيلا وعربيه و يعني انا مش هقول هو حقه لان هو المستوى بقى كده وفي العالم كله بقى المقابل بقى كتير، لان كمان الدعايه والسبونسر والحاجات دي بقت متداخله في الموضوع بقت بارقام كبيره. فمن حق اللاعب كعنصر مهم في ان هو برضه ياخد الكلام ده. انا مش عايز اتكلم على موضوع بقى ان لما لعيب يجي له كذا ويسيب ناديه والقصه دي، لان الموضوع مختلف. احنا كان النادي الاهلي بيمشينا من الباب اللي على النيل ده بنروح لافين وراجعين من الباب بتاع المعرض، بتحب النادي. يعني انا شخصيا سبت النادي 87 نادي الزمالك
مرتين يبعت لي ناس على البيت الله يرحمه كابتن عزمي مجاهد وتعالى قابل الناس، لا ما اجي بس ما اخش نادي الزمالك. وقابلتهم بره نادي الزمالك كابتن حماده امام الله يرحمه وكابتن عصام بهيج كان مدرب وقتها، وتعالى وهتاخد بالنسبه للوقت ده كان مبلغ. بس انا كنت بمشي جمهور نادي يا كابتن محمد هترجع ان شاء الله النادي ثاني، لان كان وقتها كان كل سنه جهاز، فاختلافي مع جهاز ممكن الجهاز اللي بعده يجي. فانا كان عندي كفايه في الحته دي، يعني عندي كفايه ان الجمهور يقول لي يا كابتن محمد انت ان شاء الله هترجع، فما قدرتش اروح نادي الزمالك برغم ان كان رقم وقتها كان كبير 50,000 جنيه وقتها كان يعتبر بقى ده بدايه الحاجات اللي معقوله يعني ابتدت تندع بالظبط كده، انما ما اقدرش. انما دلوقتي مش هعتب على لاعب ان هو يعني اتنقل نادي تاني واخد رقم، وخصوصا لو كان صغير في السن، انما لو كان كبير لا اقول له لا. ليه؟ لان الكبير ده يعني ما شاء الله بالناحيه الماديه ترستقت عندك وعملت تمام. في حاجه اهم بقى اللي هو المستقبل اللي جاي، مين اللي هيحفظ لك المستقبل اللي جاي؟ طبعا غير ربنا، يعني انك تبقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، ممكن تبقى لسه برضه منتمي للنادي الاهلي في اي حته، سواء بتشتغل في النادي او في القناه او في كذا او كذا. هو انا هتفق مع حضرتك، بس يعني هيبقى في نقطه اختلاف صغيره قوي كده، محدش بيسيب رقم واحد ويروح لرقم اثنين او ثلاثه، يعني هو ده اللي انا بس بتكلم فيه. ومش عايزين نعلق كتير، تيجي نشوف التقرير اللي جاي ده. يا لازع يا جابر، نشوف راي كده واراء الناس عن مباراه العوده ازاي ونرجع نكمل. نتيجة الماتش الأولاني إن احنا كسبنا الوداد 2-0 في المغرب، أعتقد إن الأهلي هيلعب مرتاح، أعصابه هتبقى أهدى، ونتمنى إن هو يكسب كمان ويكسب 2-3. هو الماتش هيبقى صراحة حلو جدا، موسيماني هيهاجم بمعنى الطريقة عشان مش هينفع يدافع هنا، عايزين نجيب أجوان أكتر عشان نزود النتيجة برضه ونعمل فرق. هي هتكون صعبة يعني جدا، بس احنا لو حافظنا على الجونين اللي احنا جبناهم هناك هنعرف نكسب ان شاء الله مستريح، بس احنا ندافع كويس. هي اكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، يعني هو اكيد الوداد هتيجي بتهاجم بطريقه قويه جدا، وانا شايف ان نلعب الزمالك عشان يعني الفوز هيبقى على الزمالك احسن بكتير من فوز الرجاء، هيبقى المكسب ليه طعم تاني. انا شايف ان المباراه تبقى كويسه جدا عشان هم يبقوا عايزين الفوز علينا عشان في ارضنا يعني وكده، فعايزين يعوضوا الخساره اللي هم خسروها. هي المباراه هتبقى صعبه لان الوداد طبعا هيبقى جاي متحفز ما وراش حاجه اللي هو لازم يكسب، المباراه هتبقى صعبه بكل المقاييس. نلعب واحنا مستريحين، النتيجه هناك هتفرق معانا هنا. بعدين مستر موتسيماني يعني قدر يوقف خطوره اسماعيل احداد واخطر لعيبه هناك يعني في الوداد، فان شاء الله الماتش هنا يبقى مستريحين لينا ان شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شفتوا في تفاؤل من جمهور الاهلي، في ثقه في اللعيبه، في ثقه في المدير الفني، فيعني برضو خلينا نعرف من حضرتك كده التوقعات كابتن محمد ايه؟ بصي دايما الثقه يعني من جمهور النادي الاهلي بتيجي من خلال ثقتهم في اللعيبه والمدرب. الفتره الاخرانيه موسيماني خد ثقه النادي الاهلي، هو جاي الحقيقه وعنده كريدت بالنسبه ليه زي بقول لك المواقف اللي عملها مع الاهلي والزمالك مع سان داونز والكره الجميله. اما جه كمان لغايه دلوقتي مباراه الدوري عمل تكات معينه كده، الجمهور اللي فاهم كوره عارف ان ده مدرب على مستوى عالي. خبراته الافريقيه والناس قعدت خبراته الافريقيه، وهو جاي عشان كده كان في ناس مستنيه الماتش الاولاني عشان يشوفوا بقى ايه الموضوع. طب ورينا بقى يا عم انت مع الوداد هتعمل ايه. انما الحقيقه نتيجه كويسه الاهلي ما عملهاش من فتره كبيره، غير النتيجه كمان جمهور النادي الاهلي ذواق بيعرف اهم من النتيجه، طبعا هو بيبقى عايز يكسب على طول، انما الاهم كمان انك تحس ان الاهلي بيلعب كوره حلوه وانه مالك الملعب وانه له شخصيه في الملعب وان ماسك الامور كلها في ايده واداء كويس. فمن هنا التفاؤل ان شاء الله جاي. كام كام يا كابتن محمد؟ كام كام؟ انا عايزه ارقام، كلمني بالارقام. ايوه
يعني ممكن نزود جون على اللي حصل كمان، يبقى 3-0 مثلا. حلو الكلام ده، بارك الله في برزة. حلو قوي، بارك الله في برزة. حلو قوي. طيب احنا لسه كلامنا مع كابتن محمد حشيش مازال مستمر بمجرد العوده من هذا الفصل. اتفضل. الاهلي يكسب 2-0 في استاد القاهره. 2-0 للاهلي. 2-1 للاهلي. 2-1 للاهلي. الاهلي ان شاء الله يفوز 6-0 وهاخد البطوله. 5-0 ان شاء الله. 3-0 وعلي معلول هيسجل تاني زي اول ماتش. ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1. ان شاء الله الاهلي هيكسب 1 أو 2 زي ما كسب في الماتش اللي فات، وعلي معلول هيجيب جول ان شاء الله. هتكون 3-0 ان شاء الله. واحد قال 6-0 ده كبشة ده بال يعني في توقعات وامال حلوه طبعا. يعني زي ما كنا بنقول من شويه، زي بقول لك من التفاؤل اللي عند الناس ومن الاداء الكويس قوي اللي الاهلي لعبه ضد الوداد، منطلق ده الناس بتقول الكبشات بقى 6 و5 و3. المباراه على فكره مباراه صعبه مش مباراه سهله. ليه؟ لان انت برضو كسبانه 2-0 والوداد جاي لك هنا ما عندوش حاجه يبكي عليها. طبعا طبعا، يعني اتغلب على ارضه 2 يعني، فهيهاجم وهيبقى يعني صحيح. يعني لازم هو لو انا من المدرب بتاع الوداد لازم انزل من اول دقيقه هاجم، لان انا اقرب المسافه حتى اجيب جون تربك الحسابات تانية. 2-1 غير 2-0، 2-1 يعني لا قدر الله اي كوره، اي هفوه من لعيب، ضربه جزاء، حاجه، يبقى 2-2، يبقى ما عملناش حاجه خالص. طبعا فهو لازم يهاجم، انما هيقعد يدافع مستني يدخل فيه الثالث مثلا ولا يعني، فهو اكيد هيهاجم. ومن الحته دي هو دي الخطوره، ان 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 انت برضو بتلعب فرقه، عارف واحد بقى داخل انت عامل كده وهو قد كده، فعايز يلحق نفسه يخبط فيك في اي حاجه. بس يمكن ده قلناه كابتن محمد برضو في الماتش الذهاب، لان كان لسه الوداد خسران يعني الدوري، وكان في توقعات من بعض المحللين ان هو هيلعب شوط جامد جدا او يعني ماتش جامد جدا، وهيعتمد على خطه هجوميه من الدقائق الاولى يعني علشان يقدر يعوض هذه الخساره وخساره الدوري المغربي يعني. بصي الموضوع مختلف شويه. الموضوع هناك كان الوداد خسران بطوله دوري، فكان لازم يبقى عنده الحافز القوي طبعًا ان هو يكسب بطوله تانية، ما يخسرش بطولتين في موسم طبعا. يعني انت فاهمه ازاي؟ فهو عايز يأدي بقى ويلعب كمان برضو عشان ما نظلمش فرقه الوداد، لان فرقه برضو محترمه ولها تاريخ وجمهور طبعا. ان هو برضو كان ناقص ناس يعني، الحقيقه برضو كان في بعض الافراد اللي على مستوى عالي ما كانوش موجودين. ممكن يبقوا موجودين في مباراه العوده، هتدي قوه اكتر مع الكلام اللي قلته من شويه، فممكن يبقى الماتش قوي. عشان كده بقول لك النادي الاهلي ان شاء الله لازم ينزل من البدايه ضاغط عشان يخلص يجيب جون ثالث، لان 2 برضو 3 3 بلغه الكوره بقتل الماتش. فان شاء الله باذن الله، وده المتوقع يعني، النادي الاهلي يبقى من البدايه ضاغط مع الحماس ومع الارض برضو بتلعب مع صاحبها يعني مع الشناوي ومع معلول. الحقيقه كلهم مميزين يعني، فعلا فرقه النادي الاهلي طبعا كل قوام القائمه بتاعه النادي الاهلي، بس بنخص بالذكر اللي هم الناس اللي كانوا موجودين او ال11 بالاحتياطي كانوا على مستوى عالي جدا من تحمل طبعا المسؤوليه، وكلهم طبعا حاطين هدف وحلم ملايين بقى في مصر طبعا. مليانين يا فندم، وداخل وفي الخارج وهنروح فين بقى بعد كده. بس يعني نتامل ان شاء الله النهائي هيكون مصري. ان شاء الله نتمنى يعني، انا شخصيا اتمنى يعني، اتمنى النهائي يكون مصري، وطبعا اتمنى النادي الاهلي التاسعة يا اهلي ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. طب احنا كده الحلقه والفقره والاسبوع معانا خلص كمان يعني، خلصت لكم الاسبوع. هو اخر حلقه دايما بتبقى النهارده. نورتنا الحلقه النهارده وبجد امتعتنا جدا بوجودك معانا. مبسوط معاكم وبادائكم المتميز، ويعني حاجه تشرف قناه الاهلي البرنامج بتاعكم. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. وهتتفرج على الماتش فين بقى؟ في البيت. البيت وقافل عليا على الهادي كده. على الهادي بالظبط. ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الجمعه الجايه باذن الرحمن. انت هتتفرج فين يا فندم؟ في كلام ان احنا هنتجمع. في كلام بقول لك في كلام. طب ما تحضرنا يا كابتن. يعني في كلام ان احنا ان شاء الله نحضر المباراه
في فرع مدينة نصر النادي الأهلي. طيب خلاص جنبي كمان حلوة. جنبي ما أعتقدش. ليه مش هتظبط معاكي؟ لا مش هتظبط معانا كلنا غالبا. هنقعد هي ناوية على حتة تانية الظاهر. المهم نتابع الماتش وربنا إن شاء الله يكرمنا بالأهلي. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة لحلقتنا النهاردة، حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، ونشوفكم على خير يوم الأحد الجاي إن شاء الله. صباح الفل عليك. صباح الفل.